بسم الله إخوان، السلام عليكم ورحمة الله. الآن راني متواجد في قرية تازاغين. هذه هي تازاغين، هذه تازاغين، قرية تازاغين. هذا الرومبوان اللي داروه في الطريق دائرية ديال مدينة بركان. هذه الدخلة ديال الناظور، كي كتكون جاي من الناظور كتكون غادي لوجدة بلا ما تدخل مدينة بركان، كدوز مع هذا الطريق، دوز في هذا الرومبوان ودوز هذه ديال واولوت ورطاس وتمشي المنزل، تخرج من جهة طريق وجدة قبل دون الرقادة. ولا مشيت فاس نيشان، هذه الدخلة نتاع بركان، كي تكون جاي من تازاغين راك غادي لبركان. هذه هي الدخلة نتاع بركان القديمة، حتى هي راهم كيخدموها. هذيك راها الحرشة، هذيك انا هاد النهار غادي نوري لكم واحد الطريق جديدة داروها من هنا من هذا الرومبوان، دخلك لبركان كي تكون جاي من تازاغين بلا ما تفوت على سيدي سيماون الحرشة. بسم الله وعلى بركة الله. هذا الرومبوان اللي في تازاغين، هذه الطريق جديدة لابد تدخل بركان بلا ما تفوت سيدي سليمان والحرشة والقشلة وذاك الشيء، هذا تفوت برا برا غير على الجنب ديال الواد. الطريق داروها جديدة كتسهل على الساكنة باش يولجوا لمدينة بركان. هذو صحاب الزرودية، هذو كيغسلوها في الواد باش يمشيو بيها في الأسواق. هنا كيغسلو الزرودية، كيقلو هذوك الأوساخ ديال البحيرة باش يديوها للسوق نقية. كاين هنا عاوتاني واحد المجموعة أخرى. المهم هاد الواد هذا معروف كيغسلو فيه الزرودية. يلا نواصلوا الطريق ديالنا ان شاء الله. الطريق راه عاد في دور الانجاز، باقي الاناره وباقي، ولكن مفتوحه للمرور. هذا حي الحرشه، بلديه سيدي سليمان، وهذه القدية الحرشة اللي فوقها الشاطويات ديال الماء. هذا هما السوارج ديال الماء اللي كيشربوا بها في مدينة بركان، راهم كاين شي ربعة ولا فوق هذه القدية ديال الحرشة. وهذا حي الحرشة بسيدي سليمان الشراعة. يلا نكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله باش نوصلوا لمدينة بركان. هاي مدينة بركان هي اللي راه كتبان. هذيك مدينة بركان، هذا المركب التجاري الجديد اللي بناه حدا السوق. المهم احنا غادي مع الطريق والحاجه اللي تلاقينا معها ان شاء الله نصوروها. هذا الوزين ديال الطوبيه ديال السوسي، هنا كيصاوبوا لوردي باش كيسقفوا الديار وداكشي. عمرو وين يفوتوا من هنا الطريق. هذه الجهه كاين الواد هنا والحمد لله اليوم زعما داروا واحد المجهود كبير، خدموا هنا الطريق. كاين شويه الريح، سمحوا لي ربما الصوت يكون ما واضحش مزيان لان كاين الريح بزاف، ما وخاصه راني في الحدوره درك انا.
البلاصه اللي راني فيها بالضبط سميتها بوحجيره، بركنا القدام راهم يعرفوها. هذه هي بوحجيره. الله، لأيام زمان التاريخ. هالبلاصه هذه تسمات بوحجيره لحقاش كانت فيها واحد اللي قلتها هنا كنا كنعومو فيها بكري، كانت في وسطها واحد الحجره وسموا لها بوحجيره. راه جايه في قريبه لعين السلطان وتحت الطريق ديال واو اللوت. كانت هنا واحد العينه والتاني بارده، كنا كنطلعوا نشربوا بها وبنادم يزلق تما. هذه كانت هنايا، هنا كانت عين كنا كنديرولها بحال قادوس هكذا بالقصبه ولا كنشربوا بها. هذا الواد ديال زكزل، هذا راه جاي من زكزل الماء ديالو، وكان كيتجمع هنا في هذه القلته هذه اللي سميتها بوحجيره، كنا كنعومو فيها. هذا الواد اللي راه غادي للشراعه، وهذاك عين السلطان، حي عين السلطان. غادي نكمل الطريق نتاعي ان شاء الله. هذا الجناب ديال المزاح راه على الابواب ان شاء الله، بعد 15 يوم ولا غادي يكون واجد. غادي نحاول نطلع لتقربوس ندير واحد الفيديو خاص بهذه الفاكهه ديال المزاح. العينه راها واصله غير حتى لهاد البلاصه، وطويات ديال الكهرباء وصلوهم غير لهاد البلاصه، مازال ان شاء الله يكملو حتى لتزاغين. هادو تيوره ديال البحر اللي راهم جاو هنايا، سبحان الله العظيم. هادو تيوره ديال البحر اللي معروفين باسم الغاويه، هما كيعيشو في الشواطئ. راهم جايين من قابويا و 30 كيلومتر اللي جاو، ربما لقاو المرتع نتاعهم هنا. الا كان شي ما ياكلوه ولا الا كان شي حوت هنا ولا شي جران. هذا كورنيش غادي يكملوا الخدمه ديالو، غادي يكون فيه ان شاء الله الغازو، وذاك الرصيف يكون فيه الزليج، داك يتمشاو الراجلين. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. نزيدو نكملوا الطريق تاعنا ان شاء الله. هذا الحي هذا هو حي الروميه، هذا الحي هذا هو حي الروميه. اخر جنان مزاح والليم، دروك راه ما بقى لنا والو، ندخلوا للطريق الرئيسيه شارع محمد الخامس اللي جاي من الناظور داخل البركان القنطره. هكا نكون وصلنا للدخله ديال البركان اللي جاي من تازاغين، يفوت هذا الطريق هذه غير تكون حسن له يوصل في اقرب وقت، وبلا ديرونجمون بلا والو. الطريق خاويه ومناظر زينه، هكا يكون دخل الشارع محمد الخامس الدخله ديال البركان في هذا الرومبوان هذا اللي موجود حدا الخرجه ديال القصر ديال العامل، مقر العامل السكنه ديالو. هذا الرومبوان راه عاد جديد، غادي ندير لكم عليه واحد الفيديو ان شاء الله، دار فيه واحد النجمه ثلاثيه الابعاد
كدور معها، ما انت كدور انت كتشوفها نجمة. الله، السلام عليكم، نتمنى لكم كل خير وتابعونا.